سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار التي سيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط منها مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. اليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. جمجمة أثرية في أستراليا. عثر علماء أستراليون على جمجمة عمرها مليوناء عام في حفريات أثرية في أستراليا. قال باحثون من جامعة لاتروب إن هذا الاكتشاف هو أقدم مثال معروف ومحفوظ لأشباه البشر ذوي الأدمغة الصغيرة. أشار العلماء إلى أن الجمجمة التي تم العثور عليها أقرب إلى حجم جمجمة الأنثى التي عثر عليها سابقاً عام 2005 في نفس الموقع، مما يوفر أول دليل عالي الدقة على التطور الجزئي لأنواع أشباه البشر المبكرة. وقالت عالمة الأنثروبولوجيا القديمة أنجلين ليسي: بينما كنا السلالة التي انتصرت في النهاية، يشير السجل الأحفوري قبل مليوني عام إلى أن بارانثروبوس ريسيتوس كان أكثر شيوعاً من الإنسان على الأرض. حطام السفينة الناميبية. اكتشف عمال الماس في دولة ناميبيا حطام سفينة يعود تاريخها إلى 500 عام، ومن بين هذا الحطام كنز ذهبي قيمته 12.6 مليون دولار أمريكي. السفينة التي تم العثور على حطامها سفينة برتغالية اختفت عام 1533 في طريقها عبر المحيط الأطلنطي متجهة إلى الهند عبر طريق رأس الرجاء الصالح. غرقت قبالة سواحل ناميبيا الواقعة على المحيط الأطلسي جنوب غرب القارة، واكتشفها العمال أثناء تجفيف بحيرة صناعية في الصحراء القريبة من الساحل. كانت أول قطع من حطام السفينة تم اكتشافها في الصحراء الناميبية عام 2008، وكانت بينها قطع خشبية ومعدنية، ولكن تم اكتشاف الكنز الذهبي مؤخرا. وهذا الاكتشاف جعل الأمم المتحدة تضع الموقع ضمن معاهدة الحفاظ على الآثار والمناطق التاريخية المغمورة تحت الماء حول العالم. سيف أثري في اليونان. اكتشف علماء آثار في اليونان سيفا حديديا منحنيا عمدا كجزء من طقوس وثنية في قبر جندي روماني، ودفن منذ حوالي 1600 عام في مدينة سالونيك اليونانية، فيما تم العثور على قبره الذي صمم على شكل قوس في بقايا بازيليكا تحت الأرض، وهو مبنى عام كبير جدا ومكان للعبادة يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي. عثر إلى جانب السيف على الرجل مدفونا برأس حربة وجزء من الدرع. وقد شارك إريكوس مانيوتس عالم الآثار بجامعة أرسطو في ثيسالونيكي في اليونان النتائج هذه، والذي يعتقد أن الرجل خدم على الأرجح في الجيش الإمبراطوري الروماني. عادة كانت هذه الأنواع من السيوف تستخدم من قبل قوات الفرسان المساعدة للجيش الروماني مضيفا. وهكذا يمكن أن نقول أن المتوفى مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مكان الدفن كان ضابطا رفيع المستوى في الجيش الروماني. الرجل الطائر. هذه الصورة اكتشاف صادم وغير متوقع حدثت في منطقة نوفو سيبيريسك الروسية في سيبيريا. ووفقا للصحافة المحلية، هذه المومياء لرجل يبلغ من العمر 5000 عام. عثر علماء الآثار على سلسلة من المقابر بأشياء غير عادية من العصر البرونزي، ولكن في إحداها بقايا رجل كانت بها عشرات من مناقير وجماجم الطيور مرتبة حول رقبته، كما لو كانت عقدا أو نوعا من الدروع، حتى أنهم قدروا أنه كان يمكن أن يرتدي رداء طائر. يعتقد بعض الخبراء أن المناقير والجماجم كانت جزءا من طقوس، ولكنهم ما زالوا لا يعرفون كيف تم تجميعهم معا بهذا الشكل نظرا لعدم وجود ثقب يربطهم أو أجزاء من الخيط، وهذا ما يشير إلى أنهم سيجدون المزيد من الغموض.
لم يكن هذا الرجل الطائر الاكتشاف الغريب الوحيد، فقد كان هناك نوع من الزجاج المكون من جزئين برونزيين بهما ثقوب، يمكن أن يكون تم استخدامه في هذا الوقت كنوع من التنكر. تماثيل الطين. اكتشف علماء الآثار في تركيا عشرات التماثيل المصنوعة من الطين التي تصور الآلهة اليونانية القديمة والرجال والنساء والحيوانات، فقد تم العثور على القطع الأثرية التي يزيد عمرها على 2000 عام في مدينة ميرا اليونانية القديمة والتي تسمى الآن ديمر في تركيا. التماثيل تعطي أدلة غنية حول ما كان موجودا في المنطقة ميرا الغامضة تحت طبقة طينية كثيفة في القرنين الأول والثاني قبل الميلاد، فقد ظلت ميرا موقعا مهما عبر التاريخ، فسكنها الإغريق والرومان والبيزنطيون وفيما بعد العثمانيون، وفي العصر الحديث كانت المدينة موطنا لسكان يونانيين أجبروا على مغادرة تركيا خلال التبادل السكاني بين اليونان والبلاد في عشرينيات القرن الماضي. السلحفاة العملاقة. اكتشف العلماء أكبر سلحفات عاشت على كوكب الأرض بطول أكثر من 3 أمتار ووزن أكثر من طن. كانت تعيش منذ حوالي 5 إلى 10 ملايين سنة تقريبا، وعثر على حفريات خاصة بها في إيطاليا. يعتقد الباحثون أن قشرة تلك السلحفات كان طولها حوالي 10 أقدام، أي أكثر من 3 أمتار، فيما يبلغ وزنها نحو 1113 كيلوغرام. كما كشف العلماء أن تلك السلحفات كانت مزودة بقرون في الرأس لحمايتها من الحيوانات المفترسة وتعيش بين أشجار الكايمان الضخمة، وأطلق العلماء على تلك السلحفات اسم ستوبنديميز. أصول مرض الجذري. عام 2020 نشرت مجموعة من العلماء ورقة بحثية حول أصول فيروس الجذري، ولأول مرة كان من الممكن استخراج الحمض النووي للفيروس من الهياكل العظمية القديمة التي تم العثور عليها في أوروبا قبل 1000 عام. ولكن الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنه كان مرتبطا بحضارة الفايكنج، وبالأخص في مناطق طرق الحرير، والذي تميز عصره بتوسع غير مسبوق في مجال التجارة والعولمة بين الثقافات والشعوب المختلفة. تم التعرف على الفيروس من خلال أبحاث تمت دراستها ل13 شخصا ماتوا بسبب عدوى الجدري، 11 منهم يعودون إلى الفايكنج. ما يعنيه هذا مهم جدا، لأنه يوضح أنه كانت هناك حركة منتشرة من الناس والبضائع، حيث سمحت العولمة المبكرة للفيروس بالانتشار في أكثر من مكان في العالم في هذا الوقت المبكر من التاريخ. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.